صلوا على رسول الله. أنا في العاصمة أبو ظبي في أرض الهدايا، خصومات رهيبة جدا من تاريخ 9 ولغاية 15/2/2023. الموقع شارع النجدة، هذا شارع حمدان وهذا أيضا شارع النجدة جنب فندق المها أرجان روتانا. وإلحق ما تلحق، يوم الحب دبادي، بيوم الحب العشاق، واللي يبغي وردة هذه الوردة ب6.99 دراهم سواء الحمراء أو البيضة. أرض الهدايا شارع النجدة من تاريخ 9 ولغاية 15/2. كيلو الطماط شوف إيش حالاته وإيش زينه، على 1.95 درهم. البذنجان على 1.50 درهم. وعدنا كيلو البطاط ب1.95 درهم. وعدنا الملفوف ب1.50 درهم وشامل الضريبة. وعدنا كيلو البصل لغاية 15/2 ب1.95 درهم وشامل الضريبة. مستمرين في قسم الخضروات، شوف شو عدنا، شوف شو عدنا. نبج تخيلوا ينباع برا الكيلو ب10 دراهم، شوف ايش حالاته، على 2.50 درهم بس. وعدنا البرتقال ب2.99 درهم والتفاح هذا السعر، والسنطرة ب2.75 درهم. وعدنا الموز 4.95 دراهم. العنب الأخضر والفراولة والعنب الأسود، البوكس الواحد 4.95 دراهم لغاية 15/2. في أرض الهدايا شارع النجدة لغاية 15/2، زيت ممتاز 1.5 لتر وسعر ممتاز ب7.95 فلس. زيت دوار الشمس 1.800 لتر للعلم، الحجم الكبير، دوار الشمس غالي في كل مكان، والسعر كم؟ 12.99 فلس. حب التوكس 25 حبة في الكرتون، وسعر ينباع في 40-50 درهم، هني كم؟ 29.99. ميلو 12 درهم وفوق سعره 8.99. 800 جرام شاي أسود، هذا حق الكرك ممتاز، ب18.99 فلس. حليب الماسة كيلوين وربع، وحليب زاد كيلوين وربع، وأرخص سعر في السوق 24.99. وعدنا عيش الياسمين 5 كيلو 18.5 وشامل الضريبة. اللي بعطيك إياه أرخص سعر في السوق 100 حبة شاي الكوزي والقلاص مجانا، الأخضر والأحمر ب5.95، هذا أرخص سعر في السوق، 8 حبات لك نور 9.5. وعدنا هذا التفاح العضوي بدون سكر، بدون سكر للعلم، 11.5. وعدنا كبري سن المعروف ب8.95 و10 حبات في البوكس هذا، يعني الحبة تطلع أقل عن درهم. الأندومي عدنا هذا النوع 4.25 دراهم. وعدنا هذا الكوري، الكوري الأصلي هذا للعلم، كل 3 حبات ب8.5. وعدنا هذا ب7.95 فلس وشامل الضريبة. زيت بالعشاب نفراتانا 11.5 حبتين داخل في البوكس، حبتين أيضا هذا شولدرز ب19.95، حبتين بانتين كل واحدة 400 ملي للعلم ب16.95. ريمبو حليب أبو قوس الأرخص في السوق، ويمنع أصحاب المحلات والمطاعم يشتروا من هذا بس للعوائل، وكل شخص له 10 حبات عشان يكفي الكل، ويمنعون أصحاب المطاعم والكافيتريات. الحبة أرخص سعر في السوق ب1.95 درهم. هذا 3 حبات كوكيز ب6.95، مش 7.5، 6.95، هذا من عندي. وهذا النوع ثاني أيضا 6.95. تحب النخالة هذا البوكس الكبير، وهذا النوع أيضا بالهيل، الحبة ب8.95 فلس. انزلوا الطابق الأرضي قسم الأدوات المنزلية، شوف شو عندهم، شوف شو عندهم، عندهم هذه الخزائن، عندهم الكبير أيضا، عندهم عرض على هذه 10 حبات مع الغطاء بلاستيك جميلة جدا، شوف كم سعرها قبل 8.5، 4.5 دراهم بخسارة يبيعونها. وعدنا هذه 10 حبات أيضا مع الغطاء تيكاوي، هذه الشغلات على 2.25 دراهم بس. وعدنا 50 كوب، تخيل 50 كوب، هذا السعر الأصلي، واليوم كم؟ ب1.95 درهم. وكل ما تحتاجه حق شغلات التيكاوي والسفري أيضا موجود. في أرض الهدايا شارع النجدة شوف ما شاء الله، هذه الكواب، الكلاصات، المقات اللي تسميها، تبغي صغير، تبغي كبير، تبغي أي موديل وأي شكل، للأطفال، للكبار، للصغار، كل الكمية هذه من 3 و4 و10، أي كلاص فيهم ب1.5 درهم، 1.5 درهم كل الكلاصات اللي تشوفها هذه، الحبة ب1.5 درهم بس. شوف هني قسم السكاكين، كل الأنواع اللي تبغيها موجودة، ورخيص جدا، رخيص رخيص رخيص، شوف 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 شوف، 12 حبة 3.5 دراهم، معروفة هذه سكين، 12 حبة ب3.5 دراهم بس. قلاصات السفري والتيكاوي كل ما تحتاجه متوفر، 50 حبة قلاص عصير، 50 حبة مع الغطاء للعلم،
ب5.95 فلس ب5.95 فلس العصير هذا الحجم الكبير للعلم بلاش صراحة. أرض الهدايا شارع النجدة في أبوظبي، شوف ما شاء الله قسم الأدوات المنزلية، هذا قسم تكرمون الزبالة والأكياس والسفر كل شيء موجود عندهم. شوف هني 12 حبة، هذه الأنواع اللي موجود منها، والسعر كم؟ 3.95 هذا السعر الأصلي. شوف 7 دراهم الحين ب3.95. أرض الهدايا في أبوظبي شارع النجدة قسم الأدوات المنزلية، قسم عجيب وكل شيء متوفر فيه. شوف شو عندهم، شوف هذا حق المطبخ، هذه حق اللحم، هذه فيها مسامير تمدك فيها، هذه النوع. وعندنا العرض على هذه وحدة 2-3 ولاعات مطلوبة هالأيام، 3 حبات 4.5 دراهم بس، وكل شيء متوفر. قسم التنظيف أيضا عندنا هذه البروشات، شوف الأنواع اللي موجودة، هذه البروش هاي يقول لك نوعية ممتازة، شوف الألوان اللي موجودة والسعر كم؟ 4.5 دراهم خل أعطيك السعر اللي قبل كم، على 7 دراهم يبيعونها الحين 4.5 دراهم حق الباربيكيو. وعدنا ويكد جاينا ونبغي نسهر وندور على فحم، هذا الفحم يتم 7-8 ساعات ما يخلص، 8 كيلو في الكرتون، 100% قشر جوز الهند. شوف سعر اللي قبل كم، 34.95 ينباع 35 وفوق برا للـ40، هني كم، ب29.95 فلس. أرض الهدايا كل شيء عندهم، شوف القسم هذا خاص في العلاليق، كل أنواعها موجودة، هذه حق البدل ما بدل، أنواع ثانية تسكر وتنفتح. عندنا العرض على هاي الحديد، هذه 10 حبات 4.5 دراهم قسم الكراسي أيضا في أرض الهدايا شارع نجدة، هذا الكرسي شوفوا هذا هناك يطبق، وسعره كم، 7.95 فلس. عندهم أنواع وأشكال الكراسي حق الأطفال أيضا موجود، هذه خذهم وحطهم في المسايد حق الأجر. شوف هذه الحبة ب9.75 دراهم وشامل الضريبة. قسم الإلكترونيات كل ما تحتاجه من إلكترونيات متوفر أيضا هذا القسم، شوف الإلكترونيات الدور كهربائية ضغط كذا بدون زيوت كل شيء متعدنا. عندنا هذه يبيعونها بسعر التكلفة، هذا الخلاط وهذه وهذه، يعني وحدة 2-3 ب56.95 فلس. وعندنا هذا البويلر معروف وسعره كم، 22.95، هذا رهيب، شوف من داخل ستيل وضمان 2 عليه وشكل أنيق ومرتب، شوف السعر الأصلي كم، 50 وحين كم، 24.95 فلس، والكمية محدودة جدا، الحق ما تلحق عليها. أرض الهدايا شارع النجدة لغاية 15-2 قسم الألعاب أيضا عندنا عروض رهيبة جدا، هذه الكواية حق الأطفال تشتغل تراها، تحط لها بطارية و95 فلس، تخيل. تعال أيضا حق الأولاد، هذه السيارة تتجلب فوق تحت ومعها جهاز وفي منها عدة ألوان وسعرها بلاش، 14.95 فلس، وكل ما تحتاجه من ألعاب موجود هنا. شوف شوف إيش حالاته، اسمع 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 اسمع، هذا قسم الألعاب ما شاء الله لين الأخير كل ألعاب. أرض الهدايا في أبوظبي شارع النجدة قسم الأحذية، هاي تخيلوا كلهم على 24.95 فلس، 24.95. شوف الموديلات 19.95 رخيص، 12.95 شوف هني على 14.95 كعب بدون كعب مسطح ألوان على 22 درهم. شوف ما شاء الله قسم الأحذية أيضا هني عندنا، شوف ما شاء الله الأنواع، هذه على 14 درهم، هني كم فلوس هذا، 5.95 فلس. قسم الأحذية الرجالية أيضا عندهم موديلات روعة مثل هذا الشكل، شوف ما شاء الله عندنا هذا، عندنا هذه الأنواع، هذه الأنواع، هذه الموديلات شبابية غير كبار صغار، شوف أسعارهم جدا جدا رخيصة، شوف النعل اللي عندهم، شوف النعل اللي عندهم، شوف النعل، شوف 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 ما لقيت سعر، هذه أحذية أيضا رجالية. في أرض الهدايا في شارع النجدة هذا القسم قسم التصفية، تصفية تصفية، شوفوا هذه ينباع على 30-40 درهم، هذه النوعيات أيضا خذها وحطها عند المسايد، السعر واحد على 9.5 دراهم كل الكمية هذه. هذه زولية كل مكان تنباع على 15، هذه الألوان اللي موجودة في أرض الهدايا في أبوظبي، خذوها حق رمضان تبغونها لهدايا توزعون، هذه الكميات موجودة كميات كبيرة والكياس كلها مدروسة، والسعر كم؟ على 9.95 دراهم، والحق ما تلحق على الكمية. أرض الهدايا في شارع النجدة، شوف المرشات هناك معطر للعبايات، عطورات بجميع أنواعها وأشكالها، شوف ما شاء الله كميات هائلة، 20 و30 و40 و50 و100 و120 عندهم، هذول ينباعون كانوا على 20 و30 وفوق، مسوين عليهم تصفية على 5.95 دراهم، بإمكانكم تشمون العطر اللي تبونه وتأخذونهم كتوزيعات للهدايا، جميلة جدا، في منها رجالي
وفي منها نسائي. بس من الملابس النسائية الطابق الأول فوق عندهم شغلات شتوية جميلة جدا وأسعار أجمل. عندنا هني جاكيتات أيضا تبغين الجلد كذا، هذا كله نسائي أيضا، هني كله نسائي، قمصان نسائية أشكال روعة جدا وأسعار طيبة. شتوي نسائي، شتوي أيضا، شتوي أيضا جلابيات على 20 و30 و40 درهم بس. هذه الأشياء اللي موجودة. وعندنا الشتوي هني، هذا شوفوا ما شاء الله مخمل، هذه النوعيات قطعتين مع بعض. أرض الهدايا شارع النجدة، الشنط النسائية شوفوا هذه على 10 و15 و20 و30 و40. هذه البواك صغار شوفوا النوعيات، هذه على 3.95 فلس. أيضا هني عندنا على 3.95، أكبر شوي ب5.5 دراهم، تنفع كتوزيعات كهدايا تنفع. وعندهم نوعيات ما شاء الله كثير جدا من الشنط النسائية. ملابس البنوتات الحلوات خامة ممتازة وأسعار أيضا ممتازة، شوفوا ما شاء الله. هذا الجنس جاكيتات، هني عندنا جاكيتات حق البرد، هني أيضا عندنا شوف شحلاته، شوف شحلاته كم، 19 درهم. شوف 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 ما شاء الله هذه الأشكال اللي موجودة. تخيلوا هذا الثوب شوف شحلاته، هذا سعره 34.95. هذه العباية على 19 درهم، وهني عندنا على 49 69 69، شيلوا عباية. عندنا هني أنواع وأشكال وألوان، أغلى عباية 85 درهم. قسم ملابس الأطفال، الفساتين بنواحها وأحجامها شوف شو عندهم، صراحة المكان جميل جدا. تخيلوا هالقطعتين 19 درهم، خامة ممتازة شوفوا ما شاء الله، أشكال روعة جدا. هذه حق الأطفال أيضا فساتين. عندنا عندنا هني حق الشباب، شوف شوف الأشكال، شوف الشكل، شوف الشكل على 24 درهم، روع جدا. شوف شوف الموديلات اللي عندهم كلها شبابية جميلة جدا، وسعرها على 24 درهم بس، روعة صراحة. شوف شوف الحركات اللي فيها. وطبعا هني عندنا جاكيتات بنواحة وأشكالها. قسم الملابس الرجالية أيضا عندهم خامات ممتازة مثل هذا الشيء، وعندهم أسعار روعة جدا. تبغي شورتات؟ عندهم شورتات صراحة ممتازة، والعرض هني على الجنزات، هذه الكمية كلها على 19.99 فلس بس. وهذا القسم قسم الملابس الرجالية، كل ما تحتاجه من بناطلين عندهم نوعيات وخامات حلوة صراحة. شوف مثل هذا الشكل، هذا شوف ايش حالاته وجميل جدا. هذه بناطلين ايضا هني عندنا، هني عندنا البناطلين الرياضة والشورتات ايضا هني، شوفوا ما شاء الله ملابس رجالية جميلة جدا وخامات روعة. تحب البرمودة الشورت الطويل، هذه الخامة، خامة حلوة جدا جدا